يمكن المستشار مصطفى منصور شخصية شجاعة، شخصية بتواجه دايما، شخصية دايما بتتحمل المسؤولية، شخصية ما عملش زي ناس كتيرة اختفت من المشهد، اختفت من المشهد اللي الدولة كلها محتاجة فيه ان الناس تقف وراها، ان الناس تساند الدولة، ان الناس تجهد اللي هي النداءات بتاع الانقلاب. الناس عايزة انقلاب، عايزة تعمل عدم استقرار في البلد، عايزة تعمل فوضى في البلد. الراجل الوحيد اللي واجه، يعني واجه ووقف وقال، كل الناس استخبت وبعد كده اتكلمت لما خلاص الدنيا بقت هادية والشعب المصري أثبت ان هو البطل، شعب بطل وشعب ان هو على قد المسؤولية وشعب خايف على بلده. فهو الراجل طلع واتكلم وفي نفس الوقت بيقول في البيان ان هو بيتحمل المسؤولية، بيقول ان قناة الزمالك ملهاش دعوة، انا اللي اتكلمت وانا اللي قلت وانا مستعد لو حد عايز يحقق معايا يحقق معايا، مفيش اي مشاكل خالص بالنسبة لي. لكن انا لما طلعت بتكلم، انا كنت بتكلم على بلدي، انا كنت بتكلم على الناس اللي هم الارهابيين، انا كنت بتكلم على الناس اللي هم اعداء الوطن، على الناس اللي هي بتدعو الى احداث حالة من الفوضى داخل مصر. الناس عايزة تكرر اللي حصل في قبل كده لما عشنا فترة سيئة جدا، عشنا يمكن سنة أو اتنين أو تلاتة في عدم أمن ومفيش أمان وفي حالة من الفوضى في الشوارع، يعني حالة غريبة جدا. في ناس تانية استخبت وكانت مستنيها شوف هيحصل إيه، يعني ما واجهوش زيه. فهو لما واجه، هو واجه بنفسه، وقف وقفة شجاعة ورا الدولة ورا الجيش ورا الشرطة ورا الشعب، وقف واتكلم وفضح هؤلاء الأوغاد اللي يعني اللي هم أعداء الوطن، اللي هم طالعين بيطلعوا فيديوهات وبيطلع منهم يمكن أشياء، يعني أشياء غريبة جدا، إن قوموا وتحركوا وانزلوا واعملوا وبتاع، وهم قاعدين بره، قاعدين في التكييف وقاعدين ورا الكيبورد عمالين يكتبوا وعمالين يعملوا فيديوهات وغيرها وغيرها وغيرها. كل دول فضحهم وجاب فيديوهات وجاب بالدليل وجاب بالأدلة وفضح هؤلاء الناس لما هو اتكلم عنهم. وبعدين لما قالوا ان في تجاوزات حصلت في خميس وجمعه، الراجل طلع قال لك انا عادي، انا المسؤول، انا اللي اتكلمت، انا اللي قلت، بس انا كنت بدافع. يعني هو المستشار مرتضى منصور دايما عنده حماس شديدا تجاه الوطن، انه لما بيدافع عن الوطن بيدافع بقوه جدا، ولما بيواجه الناس اللي هم الخارجين دول، اللي هم الناس اللي هم يعني عايز اوصفهم ان هم غير محترمين او ان هم ما بيحبوش مصر، تمام، بيواجههم بنفس باسلوب جامد، باسلوب شديد. هو الراجل لما يدافع يبقى بيدافع ليه؟ والراجل لما يسكت يبقى سكت ليه؟ يعني حاجه غريبه جدا، يعني هو يدافع ولا ما يدافعش؟ لكن هو طلع من واجبه الوطني ومن احساسه وحسه الوطني، ان هو طلع ان هو بيدافع عن مصر، بيدافع عن الجيش، بيدافع عن الشرطه، بيدافع عن الدوله، بيدافع عن الشعب نفسه. وهو يوم الجمعه ايه اللي حصل يا احمد؟ قام وقف 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 احتراما للشعب المصري، وكل اللي في الاستوديو وقف احتراما للشعب المصري، وقال جملة جميلة جدا، قال لك ان الشعب المصري انتصر مرتين، انتصر لما نزل في 30 يونيو، وانتصر لما ما نزلش في 11/11. يعني ده موقف نزل فيه كان منتصر، وموقف ما نزلش فيه كان منتصر. فيعني ايه بقى الجزاء؟ يعني ايه الجزاء ان انا اتعامل مع الراجل بهذا الاسلوب، او ان انا اقول بقى فيه وغير وغير وتجاوزات ايه؟ ما هو تجاوزات ضد مين؟ يعني ضد مين؟ يعني دول الناس تستاهل. حضرتك شوف الفيديوهات اللي بتطلع من علاء صادق ومن فلان وعلان وعلان وعلان، وفيها قمة التجاوزات، ومحدش بيتكلم، ومحدش بيقفل لهم القنوات بتاعتهم، ولسه عمالين يقولوا ويعيدوا ويضربوا في الوطن، ويضربوا في الرئاسة، ويضربوا في الحكومة، ويضربوا في الشعب، ويضربوا في مصر كلها، ومحدش بيتكلم معاهم، ومحدش بيقول لهم أي حاجة، محدش بيتكلم ولا يقول أي حاجة. كل الناس اللي طلعت اتكلمت امتى؟ اتكلمت لما الدنيا هديت. لكن هو اتكلم وقت الأزمة نفسها. في ناس تانية سافرت وبعدت واستنت هتشوف هيحصل ايه، ترجع او ما ترجعش. لكن ده تعليق على المستشار يعني.